خلينا نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. ازيك كابتن ناصر؟ تحياتي كابتن استاذ وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه من اهم مكاسب كاس الامم الافريقيه على الرغم من خروج منتخبنا الوطني وما يصاحب هذا الخروج من كلام كتير جدا، ولكن يمكن الحكام مش واخدين حقهم يا كابتن ناصر، وطاقم التحكيم او اطقم التحكيميه المصريه السبع حكام مصريين اللي موجودين مش واخدين حقهم اللي يجب ان احنا نقول للناس كلها ونفتخر ان احنا عندنا مثل هؤلاء الحكام. ده اولا. ثانيا، هو ايه الفرق؟ هو ليه بشوف كابتن محمد عادل بهذه القوه وبهذه الحماسه وبهذه العداله في ما بين مالي وكوت ديفوار، واشوفه هنا في مصر في مباراه بعيده عن ما فيهاش جماهير يعني ولا يؤدي بشكل جيد؟ اولا كنت بتكلم بحي حضرتك طبعا، انت اشدت بالتحكيم المصري، وانت زي ما عودت ان قناه النادي الاهلي عندما يعني الحكام تجيد انت بتشيد، وهو دوت المفروض دور الاعلام، يعني لما الحكام تبقى كويسه انت بتشيد بيها، لما يبقى يكون في اخطاء حضرتك بتطلع تتكلم في الاخطاء. صحيح. طبعا اشاده كبيره جدا ودعم كبير جدا من قناه النادي الاهلي وحضرتك للحكام اللي حتى الان ما زالوا موجودين، واحتمال ان شاء الله كابتن اسلام فرصه كبيره جدا ان طاقم التحكيم ان شاء الله يكون في نصف نهائي، يعني غالبا ممكن تكون يا رب نيجيريا. ويعني عندك معلومه يعني؟ يعني غالبا يعني غالبا ان شاء الله هيكون في مباراه لطاقم التحكيم في النصف. مين الطاقم؟ انا عرفت ان كابتن بنا مش كابتن محمود البنا رجع صح؟ هقول لحضرتك حاجه كابتن اسلام، هو كل الحكام المصريين اللي هم السبع حكام طبعا هم موجودين باستثناء الكابتن محمود البنا اللي هو رجع، ولكن الباقي كله موجود هناك. ستة موجودين. محمد معروف، محمد عادل، امين عمر، احمد حسام طه، محمود ابو الرجال، وايضا محمود عاشور. تمام. فان شاء الله ممكن يكون في طاقم تحكيم من هؤلاء في نصف النهائي، ودي تبقى حاجه كويسه جدا للتحكيم المصري. تاني بشكرك على دعمك للتحكيم، وسؤالك مهم جدا، هو ايه اللي حصل؟ هو ايه الفرق ما بين الاداء هناك والاداء هنا؟ كابتن اسلام، الدوافع والحوافز هناك كتيره جدا جدا جدا. ايوه. هنقول من اول الاتحاد الافريقي مرورا بلجنه الحكام، دعم ليس له مثيل. الاتحاد الافريقي واقف كويس قوي قوي مع حكام هناك البطوله. بيوفر كل ما هو يعني متاح للحكام، الاقامه، الامكانيات الماديه، المستحقات الحكام موجوده طبعا، يمكن انت حضرتك اتكلمت فيها قبل كده، ان كل الحكام هناك سواء كان في التدريب او في المعسكر كل واحد بياخد حقه، ودي دوافع ودي حاجات مهمه جدا الاتحاد الافريقي بيعملها هناك للحكام. الشيء المهم جدا يا كابتن اسلام، احنا عندنا 20 حكم محترف اللي هم يتقاضوا مبلغ من الاتحاد الافريقي شهريا. هنا هيبقى في تعديل في التصنيف، وده يعني وده بقوله للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وده بقول سبق النادي الاهلي. ال 20 اللي موجودين هيتم اعاده تصنيفهم طبقا لمستوى الحكام في البطوله. اوكي. في حكام اجادت، في حكام اعتقد مشيت بسبب المستوى. فهنا هيبقى في حكام مش في التصنيف، ما كانتش موجوده، بتامل ان هي تخش التصنيف. انت عارف التصنيف ان هم بيتقاضوا مبالغ كويسه جدا من الاتحاد الافريقي، وبالتالي هنا ده دافع من ضمن الدوافع اللي يخلي الحكام تبقى بتشتغل على نفسها كويس قوي عشان تخش التصنيف اللي هو البروفيشنال يعني. الشيء الثاني، وانا قلت يمكن الكاس العالم اللي جاي، الاجاري كابتن اسلام، في فرصه كبيره جدا للحكام المصريين ان يكون في طاقم تحكيم في 2026. ايوه. وده مخلي حكامنا يعني بيشتغلوا على اعلى مستوى، نفسهم ان هم يتم اختيارهم من يعني المعسكر. عندهم الحافز اللي يخليهم يؤدوا بشكل جيد، من الممكن ان احنا نراهم في كاس العالم 2026. معلش هات لي اللقطه اللي فاتت يا سمير، اللقطه اللي فاتت يا كابتن ناصر بعد اذنك، اللي هي اخر لقطه في مباراه كوت ديفوار ومالي، هل تعامل معاها الكابتن محمد عادل بشكل جيد؟ كابتن اسلام، انت قلت حاجه مهمه جدا جدا جدا، والكل بيسال، هو نهايه المباراه لها توقيت ولا اداره المباراه؟ هل هنا محمد عادل يعني اخطا لما انهى المباراه؟ هقول على حضرتك على حاجه مهمه جدا جدا. الحاجه الوحيده اللي الحاكم ممكن يمد فيها الوقت يا كابتن اسلام، وهو عندما يكون هناك ركله جزاء تم احتسابها والوقت انتهى. انا مش بشتغل على دماغ اللعيبه ولا على دماغ اللي بيحصل. خلاص، طالما الوقت انا شايف ان الوقت انتهى فبقول ان الوقت انتهى، مش هستنى لما انت تعمل كورنر او يعني هنا لعيبه مالي. ده اللي انا فهمته يعني من الموضوع، وانه كانوا عايزينه يستنوا لغايه لما يلعبوا الكورنر،
ده هل ده كلام صحيح؟ طيب بص كابتن قانونا يعني يا كابتن ناصر طيب بعد اذنك. طيب هقول لك، بس هقول لك الاول ايه اللي حصل يا كابتن. احنا بنتكلم على لعيبه مالي. محمد عادل احتسب ركله جزاء في الدقيقه 15 لصالح مالي، مظبوطه 100%. وجهه نظري طبعا، انا اسف طبعا، طبعا هي صحيحه 100% بدون تدخل فار. ده اول قرار كان صعب اخده في وسط صاحبه الملعب اللي هو ساحل العاج او كوت ديفوار. خد القرار ركله جزاء في الدقيقه 43 بطاقه حمراء للانذار الثاني للاعب اللي هو صاحب الملعب، يعني هو ما عندوش حسابات في هذه المباراه، يعني خد قرارات مصيريه في هذه المباراه. صحيح. طرد لاعب من صاحبه الملعب واحتسب ركله جزاء. ماشي كويس قوي قوي كابتن اسلام. نيجي للمشكله اللي حصلت. المشكله اللي حصلت كابتن اسلام ايه هي؟ هو ادى دقيقه وقت بدل ضائع عشان خاطر الشوط الرابع وخلاص، وكان هيصفر بانتهاء المباراه. صحيح. جه هدف 1-1 تقريبا في المباراه. كان الدقيقه دي كانت يعني خلاص بتنتهي، جه هدف الفوز، وده كان صدمه كبيره جدا للعادي مالي. هو في نهايه الدقيقه هيعمل ايه كابتن عادل؟ هيعمل ايه ساعتها؟ ملوش دعوه، هدف دخل حسبه، هدف صحيح دخل حسبه. طالما انتهت الحكم بيصفر بنهاية المباراه، الا اذا كان هناك ركله جزاء، هنا بيمتد الوقت لحين تنفيذ ركله الجزاء. انت تدي الكابتن محمد عادل كم من 10 في هذه المباراه يا كابتن وسط هذه الضغوط؟ محمد يعني انا مش عايز اقول لك حضرتك هو ياخد 9 من 10، لانه ما عندوش ولا خطا يا كابتن اسلام. تحمل ضغوط في مباراه صعبه حقيقي. درجه صعوبه عاليه فيها كمان اختبارات اصعب، يعني لما بتطرد لاعب وتحسب ركله الجزاء وانت بتلعب في وسط جمهور الفريق، دي خلي بالك عمليه مش سهله. وخليني اقول لك يا كابتن برضو ان هو من الحكام اللي استطاعت ان هي تثبت نفسها في دور الثمانيه، لانه ده كان اصعب ماتش في دور الثمانيه. بالظبط كابتن اسلام، على فكره هو لعب 3 مباريات، خلي بالك مش كتير قوي اللي لعبوا 3 مباريات. لو احنا قلنا لو اتكلمنا على حكام البطوله، محمد عادل لعب 3 مباريات، في حكام لعبت مباراتين، في حكام لعبت مباراه، في حكام ما لعبتش ورا واحد. اوكي. يعني هو من ضمن الحكام اللي لعبت اكثر حكم لعب في دور المجموعات مباراه، لعب ايضا في دور ال 16 مباراه، لعب في دور الثمانيه مباراه، وكانت تمام. مباراه مهمه جدا جدا جدا. يعني هو يمكن لعب اكثر من امين عمر لعب مباراتين، لعب الافتتاح ولعب في دور مجموعات مباراه، يعني احتمال بكره ان شاء الله يوم الاربعاء احتمال امين عمر يعني احتمال كبير يلعب نصف نهائي مع طاقم التحكيم المصري. ولكن يا رب ان شاء الله. ولكن عندنا اتفضل يا كابتن. محمد عادل لعب 3 مباريات من اصعب المباريات اللي لعبها. نعم. ويمكن دي كانت اصعب مباراه تحكيميا نتيجه صحيح. الاختبارات اللي هي جات له في هذه المباراه. الحقيقه انا كمان بشكرك يا كابتن ناصر على دعمك الدائم. عندما بتنتقد كخبير تحكيم ومحاضر دولي كبير، وعمرك ما بتبص الالوان. احنا دايما بنسيب الكابتن ناصر بالمناسبه هو بيقول رايه بمنتهى الشفافيه، شايف ان هي حاجه تحتسب للاهلي بيقول، لا تحتسب بيقول، ده رايه دائما يقوله بمنتهى الشفافيه. عشان كده دايما لما بسمع من الكابتن ناصر بسمع منه كلام مهم. الكلام اللي هو بيقوله ده كلام مهم جدا جدا. في بعض الاوقات بننتقد الحكام وبننتقد هذه الاسماء، ده فعلا بالمناسبه بننتقد هذه الاسماء تحديدا، ولكن هل ينفع ان انا انتقد هذه الاسماء وهم عاملين هذا الاداء الرائع؟ بالعكس، عاملين اداء رائع جدا جدا في كاس الامم الافريقيه اللي بنتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ونجد حكم يحكم نصف النهائي او طاقم تحكيم يحكم نصف النهائي، وان شاء الله كمان طاقم تحكيم يا رب يكون في النهائي. معرفش هل ده ممكن ولا لا، ولكن ان شاء الله ليه لا، وتكون مصر ممثله ان شاء الله سواء في القبل النهائي او في المباراه النهائيه. اشكرك جدا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي الكبير.